حديثنا اليوم امتداد لما بدأناه الأسبوع الماضي من الكلام عن المرأة على إطلاقها والمرأة العربية خصوصا، الذي هو في الحقيقة حديث عن الإنسان، باعتبار أن الذكورة والأنوثة أو الأنوثة والذكورة هما الوجهان الذي من خلالهما يتجلى معنى الإنسان. لكني سأذهب إلى هذا الأمر من زاوية ما جرى أو ما يجري الآن بعد الثورات العربية. في الشهور الأولى من الثورة المصرية كتبت مقالا بعنوان الثورة إذا لم تؤنث لا يعول عليها، وذكرت فيه أن النصف تقريبا أكثر أو أقل قليلا من النصف ممن يخرجون في المظاهرات ويقومون بدعم الثائرين في البلاد التي ثارت هم من النساء. إذن المرأة العربية باعتبارها نصف الإنسان العربي كان من الطبيعي أن يكون لها أيضا نصف هذه الثورة. وانتهى الحال إلى ما انتهى إليه، وباستثناء بعض الإشارات القليلة مثل فوز الناشطة اليمنية بجائزة نوبل، إلا أن الحال الأنثوي أو النسائي أو المتعلق بالمرأة في البلاد التي صارت هو حال سيء، لأنه سرعان ما تراجعت المرأة إلى الخلف أو دفعت دفعا إليه، وتصدر المشهد من لا ثقة لهم في المرأة، وهم تحديدا العسكريون الجدد بعد العسكريين الذين استدام جلوسهم على الكرسي الحكم، خلفه عسكريون أو ناس بأيديهم سلاح، ومن الجهة الأخرى إسلاميون بالمعنى السياسي، لأن معظم السكان الوطن العربي هم مسلمون، ولكن الإسلاميون يقصد بهم كما هو معروف الذين يدخلون الدين في اللعبة السياسية أو العملية السياسية لاحتلال موضع في المشهد السياسي بناء على موقفهم العقائدي. طيب، إذا كان كلا الفريقين الإسلاميون والعسكر أو من يخلفون العسكر لا ثقة لهم كثيرا في المرأة، هذا يراها ناقصة عقل ودين، وهذا يراها لا تصلح للقتال، أو هي عكس ما يفهمه هو عن الرجولة. المهم أن ذلك دفع للأسف الشديد بالمرأة العربية في البلاد التي سارت إلى الخلف كثيرا. البلاد التي لم تعرف الثورة حال فيها على ما هو عليه، وعلى ما نعلمه من بلاد ترفض قيادة النساء للسيارات إلى بلاد تجبر النساء على الرجوع قصرا إلى وظيفة الخادمات، إلى بلد كان جميلا ومتحررا ومثقفا في الخليج العربي، فإذا بالبرلمان الجديد يوصي أول ما يوصي الشهر الماضي بيدعو النساء إلى التحجب وإلى التنقب وإلى، لأن أعضاء البرلمان الجدد الذين جلبتهم الانتخابات الأخيرة يرون أن المرأة، مع أن هذا المجتمع مشهور بمحافظته الشديدة ونساؤه يعني متحفظات، ولكن مزيدا من الدفع إلى الخلف يقوم به هؤلاء النواب في الكويت التي لم تعرف الثورة، وفي مصر يخلو مجلس الشعب الجديد
من النساء تقريبا، وفي تونس نسيت المرأة، وفي اليمن جماهير كثيرة تخرج ولم تعد النساء تخرج، وفي سوريا تغتصب النساء. لم تكن الثورات العربية ولا البلاد التي لم تخرج بأن يعني لم ترضى أن تأتي بجديد، وإلى لقاء قادم.